الحلقة 21 من تفسير جزء عامة والثانية من سورة الانفطار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرد على السبب الثالث للغرور وهو أن يقول المغرور العقاب لسه فبدل عليه، لسه بعد فترة. الرد إيه؟ إن الآية بتقول إن الأبرار لفي نعيم، الطائعين في نعيم يحيط بهم، والفجار في جحيم يحيط بهم يصلونها يوم الدين، يحترقون بها يوم الدين. فتشويهم وما هم عنها بغائبين. والأبرار والفجار الاثنين لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة تخفيفا عنهم، ولا يغيبون بالموت، وما هم عنها بغائبين. العذاب يأتي سريعا، فإذا أتى لا يغيب لحظة. طيب، السبب الرابع للغرور انه ان الانسان بيقول لو عاقبت ساجد من يخرجني من الصالحين، اقاربي ومعارفي. الرد ايه بقى؟ وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين. ده تعظيم لامر يوم القيامه، وان هو يوم غير جميع الايام. ليه بقى؟ ايه بيميز يوم الدين عن بقيه الايام؟ بيميزه ايه؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يبقى اليوم دوت لا يستطيع أحد أن ينفع أحد، كقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن. يا والنبي قال يا بني هاجم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. فربنا هو اللي بيأذن للشفعاء يشفعوا، وهو اللي بيأذن للملائكة تشفع. لكن ان انت تستنى ان حد يشفع لك وربنا غضبان عليك، يبقى انت كده مغرور. كده خدنا اسباب الغرور الاربعة، وكده عرفنا اهوال يوم القيامة ولا يحصل فيها واسباب الغرور وعلاجها. المستوى التاني بقى نتكلم على ما مكان نزول الصورة. نزلت بمكة بعد صورة النازعات، ترتيبها في المصحف 82، عدد آياتها 19 آية، عدد كلماتها 100 كلمة، عدد حروفها 319 حرف. لماذا استخدم كلمة بعثر وبعثر ما في القبور؟ يدل على سرعة الانتشار، كبعثرة الحب من الكف، ما يكون شوية رز كده وترميه على الأرض. يدل على بعثرة عدد كبير وسرعة عالية خالص. قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا، وقال يوم تشقق الأرض عنهم صراع. طب في سؤال في الآية رقم 5، لماذا لم نرجح قول ابن عباس ما قدمت من الفرائض وما أخرت من الفرائض فضيعتها، ولم نرجح قول إبراهيم التيمي ما قدمت من خير أو شر وما أخرت من خير أو شر، وخليناها جاية على ما قدمت من سيئات وما أخرت من سيئات جارية؟ السبب الأول اللي ترجحنا وإن إحنا لم نأخذ بهذه التفسير، إن تفسيرنا ده تفسير الطبري وتفسير محمد بن كعب القرظي. السبب الثاني إن التفسير ده بيأيده الدليل. إيه الدليل؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتبت عليه ومن وزري عليه مثل وزري من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. وموجود في القرآن، قال الله تعالى لا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله تعالى إن نكتب ما قدموا وآثارهم. فالكلام ده موافق للكتاب وموافق للسنة. طيب في سؤال تاني على الآية رقم 5، بعض الجهلة يقرأ علمت نفس ما قدمت يفهمها إن الذين يعلم يوم القيامة ما قدم وما أخر نفس واحدة. هنا وفي آية تانية هناك تبلو كل نفس ما أسلفت، إن كل الناس بتعرف. الجواب إن نفس ده قلنا بنفس نكرة، نفس نكرة تفيد العموم. يرد عليك الجاهل ده يقول لك بس في أصول الفقه احنا خدنا عشان النفي يفيد العموم لازم ثلاث حاجات، يا نفي يا شرط يا امتنان. قلنا الكلام ده غلط، القاعدة الأصولية دي غلط، نفي وشرط وامتنان وسياق.
السياق بيخلي اللفظ يفيد العموم. خلاص. طيب ما الفرق بين أهل الغرور والخائفين؟ كان الناس في الأعصار الأولى يواظبون على العبادات، يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم يرجعون، ويخافون على أنفسهم إن ما يتقبلش منهم، ويفضلوا طوال الليل والنهار طاعة وصلاة، ويخافون من الشبهات والشهوات. المغرورين بقى يخرجون الحروف من مخارجها، يمسك الآية يطلع الحرف بالضبط، وكأنهم يقرؤون شعرا من أشعار العرب، ولا يهمهم الالتفات لمعاني القرآن والعمل بما فيه. وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين مع إكبابهم على المعاصي، زاعمين أنهم واثقون بكرم الله وفضله، راجعون عفوه، وكأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرف الأنبياء والصحابة. الآية 6، لماذا لم نقبل تفسير الفضيل بن عياض؟ بيقول لي الفضيل بقى، لو قيل لي ما غرك بي، لو قال لي الله ما غرك بي لقلت سطورك المرخاة، عشان انت سترني وسيبني عصا من غير ما تفضحني. وبرضك نقل عن أبو بكر الوراق قال، لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم. طبعا الكلام ده كلام غلط وقلة أدب، ولا يجوز ان ودي من اكاذيب الصوفيه على العلماء دول. احنا نظن بالفضل ابن عياض وبكر الوراق ان ما يقولوش الكلام السفيه دوت. ليه؟ اولا دي معصيه. ازاي ربنا يكون غضبان على المغرورين ثم يجرؤ المغرور وهو ربنا بيحاسبه يقول له ده الكرم بتاعك هو اللي غرني؟ هذا الرد فالله لا يستفهم، بل يلوم ويهدد ولا يرد على الملك الغاضب الا متجرئ عليه. ازاي مالك غاضب واحد يرد عليه؟ فالله ذم الغرور في كل موطن وتوعد اهله بالعذاب يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار وما هي مولاكم وبئس البصير. إزاي ربنا عمال يقول يعاقب ويقرر ويلوم واحد يرد عليه بمنتهى الصفاقة وسوء الأدب يقول له غرني أن أنت كنت كريم؟ تاني حاجة ده كذب، قال الإمام ابن القيم، وهذا جهل، إنما غره بربه الغرور زي ما ربنا قال في السورة وغرهم بالله الغرور وهو الشيطان ونفس الأمارة بالسوء. ثلاثة، هذا جهل بالله، فمع إنه غافر الذنب وقابل التوب فهو شديد العقاب، ومع إنه كريم فقد خلد الكفار في النار، ومع إنه كريم فقد سلط العذاب والمحن والأمراض. طيب الآية رقم 8 فيها سؤال، ما الدليل على صحة تفسير مجاهد إن في ما شاء ركبك، أي شبه الأم أو الأب أو الخال أو العم؟ الدليل على التفسير دوت على صحة تفسيره إن إحنا ما خدناش أي تفسيرات تانية. عن أبي هريرة، جاء رجل إلى رسول الله فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال فهل فيها أورق؟ قال نعم، قال فأن أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق، قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ده دليل أن الولد ممكن يكون يجي على شبه خال من أخواله. طيب كيف آية 13، كيف نكون من الأبرار؟ قال الأصفهاني، وقد اشتمل على البر قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إيه أهم أحاديث ضعيفة في الباب؟ 5 أحاديث ضعيفة. أول حديث إن الله ينهاكم عن التعري، حديث ضعيف. تاني حديث إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ولد لك؟ قال يا رسول الله ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال فمن يشبه؟ قال يا رسول الله ما عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه. كلام كله كلام قلة أدب وغلط وأحاديث كلها ضعيفة.
ثلاثة عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري برضك، حديث ضعيف الرواية الثانية بتاعته. وحديث ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظ في يوم فيرى أن أول الصحيفة من آخرها استغفار، إلا قال تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة، كلام ضعيف. وعن أبي هريرة إن لله ملائكة يعرفون بني آدم وأحسبه قال يعرفون أعمالهم، فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة ذكروا بينهم وسموه قالوا أفلح الليلة فلان، برضو الحديث كلها إيه ضعيف. سادس حديث عن ابن عمر قال إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، حديث ضعيف. دول ستة حديث ضعف. خلص؟ خلص؟